صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. انا جاي اطمن على مراد بي. تحبي تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. انا اول ما عرفت ان هو تعبان كلمته على الموبايل كتير لقيته مقفول، علشان كده فكرت ان انا اجي لك اسالك عليه ولو ينفع نروح نزوره. ده بعد اذنك طبعا. انا لسه جاي من عنده وطمنت عليه، شكله هيبقى كويس ان شاء الله. يعني مش هنروح نزوره؟ طيب انا جيت ليه بقى؟ جيتي عشان تشربي معايا فرنش واين؟ لا 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 انا ما بشربش ما بشربش. يبقى اكيد جيتي عشان تشوفيه. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ عشان علشان انا ممكن اشوفك في الشركة. ايوه بس في الشركة هنتكلم في شغل ومش هنعرف يعني نبقى على راحتنا. انا جاي اطمن على مراد بيه صاحب الشغل برضو. ولو اني مش مصدقك قوي يعني بس ماشي. انت ليه بتقول كده؟ عشان لو عايزه تطمني على مراد بيه وكلمتيه في التليفون لقيتيه مقفول، هتكلميني؟ هتكلمي السكرتيره بتاعته؟ هتعرفي المستشفى فين؟ الو رقم الغرفه؟ سهله يعني. قصدك ان انا كنت بتلكك علشان اجيلك؟ لا انا ما قلتش كده، انت اللي قلتي. اوكي انا همشي. استني بس، رايحه فين؟ معقوله يا مروه اول يوم تزوريني فيه ما تكمليش خمس دقايق كده تسيبيني وتمشي؟ طيب اعمل ايه يعني؟ امسكي ده وده. وعلى فكرة أنا فكرت في الموضوع وممكن أنزل نزور مراد بيه مع بعض، بس على شرط. شرط إيه؟ نروح له بالليل. بالليل؟ طب هنعمل إيه لحد بالليل؟ حاجات كتير جدا. تعالي بس أنا ما بشربش. ولا أنا بشرب، أنا بشرب عصير من الناس بس. بجد؟ وأنا كمان على فكرة. أنت يا واد يا نايل. نعم. انت لسه راجع من الجيم؟ لسه حالا. طب عندك ابره وفتله؟ لا ما افتكرش. استنى انا جايالك. يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. على فين؟ طب بابا فوق مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا اقول لك بس انا مش عايش لوحدي، انت عارفه. يلا يا اخويا يلا عشان الفضايح والناس. فعليا مش هينفع. هنتسحب يا اخويا ما تخافش، خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب يلا. معلش انا اسفه، انا ما صدقت انه نام، بقى لي نص ساعه بس مغمض عيني. اتفضلي. انت كويس انه نام على فكره؟ عشان طب طمنين عليه وعامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقره وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول. الحمد لله. بس هو اداله شوية علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخته ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبة لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارف اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجة ضحكتني. والله؟ مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوة. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوة. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما. من هنا. من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا. شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها من اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل، بس اللي قالته ليلى ده مختار مش مظبوط. أنا متأكد.
أنا عارفة إن وجودي عند مراد في البيت ملوش أي معنى، بس هو راجل محترم واحتواني، أي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما أعتقدش يا داليا لو حد عارف إنك محتاجة مساعدته هيبقى سهل عليه إنه يسيبك. أنا بقالي فترة مش قصيرة عند مراد في البيت، بصراحة عمري ما شفت منه أي حاجة تخوفني خالص. داليا أنتي جميلة، جميلة قوي، مش الشكل بس. حتى أنت يا مختار؟ بما إن كلام ليلى مش مظبوط وأنا عارف إن هو مش مظبوط، أنا لازم أسألك سؤال. لا مش هتسأل، عشان أنا تقريباً عارفة أنت عايز تقول إيه. أنت بتحب مراد؟ طبعاً طبعاً لازم أحبه. تصور واحدة في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر أحس له بإيه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن، هو بقى كويس قوي، يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. بس يا دكتور